لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. دلوقتي في استاد الجيش في برج العرب زي ما قلت لكم، إن شاء الله نستمتع بلقاء قوي، فرقتين دايما ماتشاتهم بتبقى قوية جدا، سواء الزمالك والمصري في القاهرة لما كنا بنلعب بقى زمان، الزمالك والمصري في بورسعيد، الزمالك والمصري دلوقتي في برج العرب بقالهم فترة بيلعبوا في برج العرب. خليني أقول لكم كمان موقف الفريقين النهاردة في البطولة. لغاية دلوقتي الزمالك لعب 13 مباراة وليه 3 لقاءات مؤجلة، والزمالك عنده 32 نقطة. النهاردة أحد لقاءات الزمالك المؤجلة، والزمالك في المركز الأول عنده 32 نقطة. المصري في المركز ال11 عنده 16 نقطة، والمصري لعب 12 مباراة، يعني لعب مباراة أقل من الزمالك، ويعتبر المصري في موقف صعب، يعني المصري يعتبر في موقف صعب، عنده 16 نقطة. المركز ال11 زي ما قلت لكم ليه 4 لقاءات مؤجلة. ظروف الفريقين النهاردة كمان يعني صعبة. ليه؟ رغم ان الزمالك متصدر الدوري، ماشي كويس قوي في الدوري، والزمالك كسب 10 ماتشات في بطولة الدوري وتعادل 2 وخسر مباراة واحدة كانت من النجوم، ولكن خروج الزمالك من البطولة العربية كان في المباراة اللي فاتت على طول. فالزمالك متأثر شوية، وجماهيره متأثرين، وإدارته متأثرين وزعلانين بسبب الخروج من البطولة العربية أمام الاتحاد السكندري. المصري نفس القصة، رغم ان المصري آخر مباراة في الدوري كسب إمبي 3-1، وكان كابتن مصطفى يونس هو المدير الفني، لكن خسر من نادي الجزيرة بمطروح 2-1 في كاس مصر، في مفاجأة صارخة ان المصري يخسر من نادي الجزيرة بمطروح احد فرق القسم الثاني ويخرج من بطولة كاس مصر. فظروف صعبة للفرقتين يعني الماتشات اللي فاتت او الماتش اللي فات، سواء الزمالك خسران من البطولة العربية ومش عايز يضيع اي نقاط مرة اخرى في الفترة القادمة عشان الدوري، عشان الزمالك يفضل متصدر بطولة الدوري، وزي ما قلت لكم الزمالك 32 نقطة في المركز الأول، والمصري عايز يخرج من كبوة الكاس، والكلام كتر في بورسعيد بعد الخروج أمام نادي الجزيرة المطروح في كاس مصر. وفي النهاردة ترقب كابتن مصطفى يونس هيعمل إيه مع الزمالك، برضه هيخسر ولا هيعمل نتيجة إيجابية؟ إن في كلام إن ممكن يحصل تغيير مرة أخرى في الجهاز الفني ويجيبوا مدير فني آخر، وكابتن مصطفى يونس ينتقل إلى منصب مدير الكورة لو حصل النهاردة خسارة للنادي المصري. خلينا نشوف إيه اللي هيحصل. بكرة كمان عندنا ماتش في الكاس على نفس الملعب، الاتحاد السكندري وسموحة، ان شاء الله يوم الحد عندنا الاهلي وطلائع الجيش، مباراة برضو من مباراة لقاءات المؤجلة في بطولة الدوري الممتاز. خلينا نشوف اخبارنا النهاردة. امبارح طبعا احنا قلنا لكم على موضوع إيريك تراوري انه انتقل بشكل رسمي، الحمد لله كان لنا السبت اللي احنا نقول على موضوع إيريك تراوري، ان هو قبليها بثلاث اربع ايام قلنا ان إيريك تراوري خلاص في بيراميدز، وامبارح رسميا إيريك تراوري راح بيراميدز ب3 مليون يورو، رقم كبير جدا خده مصر المقصة في بيع إيريك تراوري. طبعا المقصة هيتأثر بشكل كبير فنيا، ولكن ماديا وماليا لا، صفقة جامدة جدا للمقصة، وصفقة قوية جدا لصالح بيراميدز. بيراميدز بيعمل صفقات جامدة في الفترة الحالية، جاب عمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي، وجاب إيريك تراوري بيدعم خط الهجوم كابتن حسام حسن ونادي بيراميدز بشكل كبير. فصفقات بيراميدز انا شايفها دلوقتي اقوى صفقات في بطولة الدوري لغاية دلوقتي. لسه ناقص لهم 3 صفقات نادي بيراميدز، او 4 صفقات لسه هيعملوهم خلال الفترة القادمة. برضو من شوية يعني احنا برضو كنا بنقول اليومين اللي فاتوا ان محمود وحيد بيقترب من النادي الاهلي، خلاص الظهير الايسر لمصر المقصة، ويعني اللي انا عرفته من شوية ان النادي الاهلي طلع الاستغناء بتاعت محمود وحيد، وخلاص النادي المقصة طلع الاستغناء بتاعت محمود وحيد، والاستغناء وصلت النادي الاهلي، فكده محمود وحيد يعني خلال ساعات هيكون لاعب في النادي الاهلي، الظهير الايسر لنادي المقصة انتقل خلاص للنادي الاهلي. وهنشوف بقى الصفقة التبادلية ان مفروض المقصة هياخد من الاهلي صابر رحيل، وكان احمد الشيخ، ولكن تراجع النادي الاهلي عن بيع احمد الشيخ، ومفروض يكون ميدو جابر زي ما عرفت، لكن بيحاولوا يقنعوا ميدو جابر، هنعرف التفاصيل كلها ان شاء الله. لكن محمود وحيد في النادي الاهلي خلاص الظهير الايسر، وكان النادي الاهلي عمل بعض الصفقات الفترة اللي فاتت، محمد محمود لاعب وادي دجلة انتقل للاهلي، في 2 فلسطينيين حامد حمدان ومحمود السلمي صغيرين في السن، وانا قلت حتى في ملاحظة كده ان الصفقات اللي بيعملها النادي الاهلي كلها لعبة صغيرة، مواليد 97 ومواليد 98 تحت السن، لسه مفيش صفقة قوية فوق السن او حد عنده خبرات.
وبرضو يعني الكلام ان رمضان صبحي بيقترب من العودة للنادي الاهلي في شهر يناير القادم كإعارة من نادي هيدرسفيلد تاون، بس لسه ما تمتش بشكل نهائي. طيب ده بالنسبة للنادي الاهلي. خليني اقول لكم بقى اخبار الزمالك النهاردة والمصري. النهاردة طبعا لسه منزلش التشكيل بتاع مباراة الزمالك والمصري، هنجيب لكم التشكيل. النهاردة كان في ماتشات قوية جدا في دوري الممتاز به، انتوا عارفين المنافسة قوية جدا، والنهاردة كان في امطار، ويعني معظم محافظات مصر كان فيها امطار النهاردة. خليني اقول لكم بس تشكيلة الزمالك جات لي حالا دلوقتي. نبدأ بتشكيلة الزمالك، والنهاردة انتوا عارفين كريستيان جروس برضو بيبدأ دايما بالتشكيل اللي هو مثبته بقاله فترة، بس النهاردة عامل تغيير صغير، واحنا توقعنا التغيير ده امبارح في ضوء تدريبات نادي الزمالك، لان احنا طبعا بيبقى عندنا زملائنا في الاعداد بيتفرجوا على تمرينات الزمالك، وامبارح انا توقعت ان مصطفى فتحي هيكون على حساب ابراهيم حسن، وده حصل فعلا النهاردة. يعني مستر كريستيان جروس بادئ بجنش في حراسة المرمى، محمود علاء ومحمد عبد السلام في قلب الدفاع، عبد الله جمعة ناحية الشمال، وحمدي النقاز ناحية اليمين، في نص الملعب طارق حامد وفرجاني ساسي، قدامهم مصطفى فتحي النهاردة اللي بادئ على حساب ابراهيم حسن، يوسف اوباما وكهربا وكاسونجو. دي تشكيلة نادي الزمالك، كهربا، يوسف اوباما، مصطفى فتحي وكاسونجو، التشكيلة الرئيسية النهاردة لنادي الزمالك. يعني ان شاء الله خلال دقايق هيكون معايا برضو تشكيلة النادي المصري. خلينا نروح لماتشات الممتاز بين النهاردة، نقول لكم النتائج بسرعة كده قبل ما نتكلم في المباراة ونتكلم في اخبارنا النهاردة في كرة اف ام. تشكيلة الزمالك قلناها، تبقى تشكيلة المصري، بس خليني اقول لكم نتائج دوري الممتاز به. الماتشات اتلعبت النهارده الثلاث مجموعات، ونبدا بمجموعه الصعيد. خلينا نبدا بمجموعه الصعيد. وتليفونات بني سويف النهارده فاز على الالومنيوم 3-1، اسوان كسب خارج ملعبه ديروت 1-0، سوهاج كسب الفيوم 2-0، النصر التعدين وبني سويف 2-2، الاعلاميين فاز على طهطا في طهطا 2-0، المنيا كمان خارج ملعبه كسب مركز شباب ناصر ملاوي 2-1، والتحرير باسوان فاز على الوالديه 1-0. كده ترتيب المجموعه، بني سويف في المركز الاول زي ما هم عندهم 26 نقطه، وتساوى معاهم نادي اسوان ب 26 نقطه، المنيا الثالث 22 نقطه، دول الفرق اللي بتنافس، بني سويف واسوان 26 في المركز الاول والثاني بنفس الرصيد، المنيا الثالث برصيد 22 نقطه، دي الفرق اللي بتنافس او يعني اللي قريبين من مركز المنافسه بالنسبه للمجموعه الاولى في القسم الثاني. طبعا ماتشات جامده جدا، مجموعه القاهره والقناه كمان قويه جدا. خليني اقول لكم نتائج القاهره والقناه النهارده، المجموعه الثانيه ومجموعه كبيره من الفرق بصراحه في المجموعه الثانيه بينافسوا. النهارده القناه فاز على دمياط 2-0، منتخب السويس ونادي مصر تعادلوا 0-0 في استاد السويس، كوكاكولا ماشي كويس جدا وكسب الزرقاء 1-0، الترسانه النهارده فوز مهم جدا للترسانه خارج ملعبهم على النصر 3-2، وخطوه مميزه جدا لنادي الترسانه النادي العريق، المريخ كسب ابي صقر 4-0 في بورسعيد في ملعب المريخ، كمان بورتو السويس تعادل مع الشمس 2-2. دي لقاءات النهارده في المجموعه الثانيه، وطبعا يعني خليني اقول لكم جدول الترتيب كده في المجموعه الثانيه في غياب سيراميكا. سيراميكا ما لعبش النهارده، يعني فريق سيراميكا النهارده يعني مباراته ما اتلعبتش او مؤجله. القناه في المركز الاول 24 نقطه، كوكاكولا المركز الثاني 24 نقطه، سيراميكا الثالث 23 نقطه، بس سيراميكا لعب 11 مباراه، بقيه الفرق لعبوا 12. المفروض كان سيراميكا وجمهوريه شبين يلعبوا، لكن المباراه ما اتلعبتش النهارده، بيقولوا ان يعني في مباراه سيراميكا وجمهوريه شبين اتاجلت عشان في احد لعيبه النادي سيراميكا بيلعب في منتخب الكره الشاطئيه اسمه محمد جمال، فدي حاجه برضه يعني اجل ماتش في الدوري الممتاز بيه عشان واحد بس بيلعب في منتخب الكره الشاطئيه، ده شيء صعب جدا. يعني عندنا اي ماتش في اي حته يتاجل مباراه في القسم الثاني، دي صعبه صعبه جدا، مش عارف انا ايه الموضوع ده. المهم القناه في المركز الاول 24 نقطه، كوكاكولا الثاني 24، سيراميكا الثالث 23، بس سيراميكا ليه مباراه مؤجله مع جمهوريه شبين، ونادي مصر في المركز الرابع 23 نقطه، الترسانه خامس 22 نقطه. بصوا المنافسه عامله ازاي يا جماعه، يعني هم دي الفرق اللي بتنافس بس، القناه وكوكاكولا وسيراميكا ونادي مصر
والترسانة الفرق نقطة نقطتين. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.